كافانكات تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. طبيعة الحال هذا تحفيز أي عمل جمعوي رياضي يكون تحفيز من أعلى سلطة في المدينة، فهو طبيعة الحال بالنسبة لنا واحد الحافز كبير اللي كيزيد يشجعنا وكيزيد يعطينا واحد الدفعة باش نزيدوا نواصلوا الخدمة اللي عاملينها، اللي صراحة فعطات الأكل ديالها بهذا التتويج ديال كأس العرش ذكورا وإناثا. وإن شاء الله بحال اللي قلنا بحال اللي قلت لك هذا راه واحد الحافز بالنسبة لنا باش نزيدوا نسيروا ويعطينا واحد القوة باش نقدروا نوصلوا للكأس اللي غادي نلعبوا ليها إن شاء الله هذه السيمانة هذه اللي هي البطولة الشهية تحلت. فإن شاء الله يا ربي علاش لا نقدروا نزيدوا شي تتويج آخر هذا العام، هذا يا إما الذكور يا إما الإناث يا إما بجوج بهم. لا وإلى في 5 سنوات وصلنا لهاد النتائج بحال العام اللي فات كنا وصلنا للفينال بالنسبه للبطوله ديال البنات، البطوله ديال البنات بالنسبه للذكور كنا وصلنا للدمي فينال ديال لا كوب دي ترون حتى هي، وهذا العام هذا توجنا. فبطبيعه الحال اذا كاين واحد العمل تسلسلي اللي موراه واحد العمل وتضحيات كبيره من طرف المكتب المسير، لاعبين كذلك اللي كنحييهم من هذا المنبر، كنحيي الطاقم التقني جميع مكونات المجلس طنجة اللي كتخدم بواحد 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 الاخوه بواحد عندنا واحد ليسبري ديكيب اللي هو صراحه الله بالنسبه لنا كنحاولوا نعملوا واحد السير عقلاني وفي نفس الوقت يكون كيعطي النتائج ديالو، والحمد لله عطات النتيجه ديالها بهاد التتويجات هادو اللي كاينين اللي احتفلنا بهم اليوم. كنشكر السيد الوالي على حفاوه الاستقبال ديالو وعلى الترحيب ديالو وعلى المسانده ديالو الدائمه ديالنا طوال الموسم. ان شاء الله حنايا كان باغيين ان تحققنا طبيعه الحال كاس العرش البارحه، ان شاء الله حنايا ناويين اننا ناخذوا البطوله وغنحاولوا غنتقاتلوا عليها بطبيعه الحال. ولو البارح راه كان يوم تاريخي حيت راه خدينا طبيعه الحال اول كاس العرش لهذا الفريق هذا وكذلك فريق الذكور. اذا كان نهار تاريخي، نهار عبقى دائما في ذاكره جميع الطنجاويين. كنشكر بها السيد الوالي اللي صراحة بداية الموسم هو متابعنا هو قريب منا، ديما كانوا اجتماعات وكنعرفوه بحكم يعني الرياضي كتعجبو علينا. الحمد لله فخور بهذا الفريق وفريق فخور السيد الوالي اللي خدم كأس الرسمة الرياضية علي أن طنجة بهذا الفريق الشاب اللي تأسس 2019 يقدر يجيب كأس العرش اللي هي غالية على جميع المواطنين الجزائرية في أبري 5 سنوات ديال العمل. يعني هناك عمل هناك هيكله الحمد لله على يعني انا من الطنجة اللي خصنا نفتخروا بهاد المناضلين، هاد المكتب المسير المناضل اللي كل نهار كيضحي بالغالي والنفيس مع الجمهور. بالنسبه للبطوله اخي اليوم البارح واليوم الاحتفالات غدا ابتداء من غدا تركيز على البطوله، لان يمكن نعملوا المستحيل هو الازدواجيه، كنعرفوها بانها تكون صعيبه وماشي مستحيل ولا صعيبه، لان الخصم هو خصم عنيد ويحاول يرجع في ينتقم رياضيا من ناحيه كاس توا. وكنشكروا السيد الوالي وكنشكروا هاد الناس كاملين اللي داروا هادشي على قبلنا، والحمد لله ان شاء الله عقبال البطوله.
صراحه هذا نهار كبير عندنا حنا بالنسبه لنا كلاعبين نجيو غادي يستقبلنا ساعه الوالي شخصيا، وان شاء الله حنا طامحين باش غادي نكونوا عند حسن الحظ ديال السكينه ديال طنجه باش نقولوا الكلمه ديالنا في البطوله الوطنيه، وان شاء الله العام الجاي غادي نحاولوا نكونوا واجدين في البطوله العربيه، وان شاء الله الا حققنا البطوله الوطنيه ان شاء الله غادي نكونوا واجدين في البطوله الافريقيه، وغادي ننافسوا ان شاء الله الفرق الكبار، وهذا شرف لمدينه طنجه دابا كيتواجدوا فيها جوج فرق اللي هما فرق كبار كينافسوا في البوديوم. كما كنعرفوا فريق اتحاد طنجة حقق المرتبة الثالثة، إن شاء الله فريق مجد طنجة غادي يحقق المرتبة الأولى إن شاء الله، وكنتمنى حظ أوفر لفريق اتحاد طنجة في السنة المقبلة إن شاء الله. صباح الخير، الله يحفظك.